حوار حول العلمانية، تأليف دكتور فرج فودة. 3. سلبيات الواقع الحالي. ألف الإعلام. ألف شرطة 1. منطق الحوار الديني. ساد الإعلام منطق خاطئ، وهو منطق الحوار الديني مع المتطرفين دينيا، والخطأ في هذا المنطق يعود إلى ما يأتي: 1. أنه حوار ديني ديني يصل بالطرفين إلى نتيجة واحدة في جميع الأحوال، مضمونها قبول كثير من اتهامات المتطرفين للمجتمع بالخروج عن صحيح الدين مع محاولة من الطرف الحكومي المحاور لإثناء المتطرفين عن اتباع العنف، وخلال ذلك كله يتم تجهيل أو تجاهل الخلفية السياسية للمتطرفين. 2. أن الحوار الديني يصل بالمتابع له إلى اختيار بين دولة دينية متطرفة أو دولة دينية معتدلة، وهو أمر خطير إذا كان مقصودا، والأخطر ألا يكون مقصودا. 3. يتمتع المتطرفون بمنهج متكامل ومتماسك بصرف النظر عما يحمله من خطأ أو صواب، بينما لا يزيد الأمر بالنسبة للمحاورين لهم عن اجتهادات غير متناسقة تفتقد التكامل، وفي أغلب الأحيان يبدو موقفهم دفاعيا، وهو أمر له تأثيره النفسي بالغ السلبية. 4. يتأثر الرأي العام في مصر بالانطباع وليس بالاقتناع، والانطباع الذي يتولد لدى مشاهدي الحوار التلفزيوني أو متابعي الحوار الصحفي أنه مواجهة بين مجموعة ذات انتماء عقيدي صادق ومجموعة أخرى تؤدي واجبا رسميا، أو إذا أردنا المقابلة اللفظية الصحيحة مجموعة ذات انتماء رسمي صادق. 5. في أحيان كثيرة يؤدي الحوار إلى نتائج عكسية للمستهدف منه، وعلى سبيل المثال فقد استضاف برنامج ندوة الرأي بالتلفزيون عالما دينيا فاضلا ومشهورا بالاعتدال، وهو الشيخ محمد الغزالي، وسئل عن رأيه في العلمانية فأجاب: من ينادي بالعلمانية يعتبر مرتدا عن الإسلام. وعندما سئل في نفس الحلقة عن رأي زميل له في تكفير الحاكم أجاب بما يوحي بأن القضية خلافية. وفي مرة أخرى في نفس البرنامج هاجم بتحامل شديد غير مبرر أحد أعضاء جماعة التبليغ ردا على عرض له لأسلوب الجماعة، بدأ فيه شديد الذكاء والاعتدال والتدين، الأمر الذي يدفع بالمشاهد لنتيجة معاكسة للهدف من البرنامج، وأمثلة ذلك كثيرة. 6. يبقى السؤال الأهم والحاسم لخطأ منهج الحوار بالصورة التي يتم بها حاليا، وهو: كم متطرفا استطاع البرنامج أن يثنيه عن تطرفه؟ الإجابة تقريبا لا أحد، فالوجوه المحاورة من المعتدلين هي نفسها تقريبا منذ حوالي 4 سنوات، بينما يمكن القول بأن البرنامج قد دفع الكثير من المتطرفين إلى دائرة الشهرة والنجومية، وربما دفع البعض من الشباب المعتدل إلى التطرف، ولا يعني ما سبق أن الكاتب ضد الحوار، بل هو معه، على أن يكون الحوار بين مفهوم الدولة الدينية ومفهوم الدولة المدنية، وأن يتم على أساس سياسي، وأن تمثل فيه جميع الأطراف الحقيقة للحوار. ألف شرط 2. أسلوب الحملات الإعلامية. درج الإعلام على معالجة أو مواجهة التطرف السياسي الديني بحملات إعلامية مركزة وعالية النبرة في توقيت ملازم للمواجهات الأمنية للتطرف، وما أن تنتهي المواجهة حتى تفطر الحملة وتبدأ المقالات التي تصف المتطرفين بحسن النية وأنهم مغرر بهم، وأن الدولة هي التي قصرت في إجراء الحوار معهم ودعوتهم لقيم الدين الصحيح. ومن المؤكد أن أسلوب الحملات الإعلامية الأمنية يحمل في طياته قدرا كبيرا من الخطأ، فهو يبدو من ناحية أمام الرأي العام أمنيا أكثر منه سياسيا أو فكريا، ومن ناحية أخرى يؤدي التزايد فيه أحيانا إلى نتائج عكسية، منها التعاطف ومنها تضخيم حجم المتطرفين لدى الرأي العام. والمؤكد أن أسلوب الخط السياسي الثابت في مواجهة التطرف هو البديل الواجب اتباعه. ألف شرطة 3. التلفزة الدينية. وقع المشرفون على التلفزيون في مجموعة من الأخطاء التي ترتب عليها عدد من السلبيات المؤثرة على قدرة هذا الجهاز الخطير على التأثير في الرأي العام. فمن ناحية أخلى التلفزيون مساحات كبيرة من ساعات إرساله للبرامج الدينية،
وشجع على ذلك ارتفاع أصوات المتطرفين بالهجوم على برامج الشاشة الصغيرة، مما أدى إلى مزيد من الخطوات في هذا الطريق. وأي إحصائية لعدد ساعات الإرسال الديني ونسبتها إلى مجمل ساعات الإرسال وتطور هذه النسبة في السنوات الثلاث الأخيرة تؤكد على انسحاب التلفزيون عن خطه العادي، وهو انسحاب لن يحده شيء لأنه لا حدود للتنازلات التي يطالب بها المتطرفون. ولعل الإصرار على إذاعة الأذان في وقته كاملا ثم تطور ذلك إلى إذاعة حديث نبوي بعد أذان الصلاة بلا ضرورة يعطي مثالا لهذا الانسحاب. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد طالبت جريدة النور في عدد الأربعاء 29 مارس 1985 بأن يتلو الحديث النبوي تفسير له، وهو ما يشكل نموذجا لأسلوب سباق الجري خلفا الذي يشارك فيه التلفزيون، أو بعبارة أدق يسابق فيه التلفزيون آراء المتطرفين. ومن الأمثلة الأخرى على أخطاء التوجه الإعلامي التلفزيوني ما أصبح يسمى ظاهرة الشيخ الشعراوي، الذي يخلق منه التلفزيون المصري نجما تلفزيونيا بإصراره على التركيز عليه وإعطاء مساحة يومية له في التلفزيون. وعندما مست أحاديثه عقيدة الإخوة الأقباط ومشاعرهم أكثر من مرة، لم يستطع التلفزيون أن يفعل شيئا، وترتب على محاولة حصر برنامجه في وقت أكثر محدودية أنثار المشاهدون وعبروا عن ثورتهم بسيل من الخطابات. وهكذا واجه المشرفون على التلفزيون مأزقا هم صانعوه. والحديث عن أخطاء الشاشة الصغيرة يطول، والنماذج متعددة، لكن أكثرها بجاحة ذلك البرنامج الذي أذيع في شهر رمضان وادعت كاتبته أن نصف ملوك الفراعنة كانوا مسلمين. وإذا كان من حق التلفزيون أن يشهر إسلام الفراعنة، فإن من حق المتطرفين أن يرفعوا شعاراتهم وأن يغالوا في تطرفهم عن يقين بأنهم لن يطاولوا التلفزيون بجاحة ولا تطرفا. هذا السؤال، هل تم تحريم التبني من اجل ان يعني انت ترى الحركه المدنيه الان او العلمانيه لسه قدامها مرحله حتى تصل هي اللاقي؟ اذا القيمه بنت فرز. ولكن كما سمعنا الحلقه اللي فاتت من العالم الجليل نيل ديجراس تايسون، ساشير في هذا البرنامج الى بعض الدراسات التي تناولت علم Faith is in God, not in religion. And so